أطفال كتير بتتولد شعرها جميل وفروة الراس مليانة، ومع الوقت نلاقي الشعر ده يبدأ يقع وفروة الراس تفضى، وساعات كتير لما الشعر يطلع مش أحسن حاجة أوي. هقولك في الفيديو النهاردة إزاي تقدري تعتني بالشعر بتاع الطفل دوت، وهقولك على وصفة زيوت لو استخدمناها للطفل هتفرق كتير في صحة شعر الطفل، ويطلع شعر الطفل كثافته أعلى وأنعم وشكله أحلى كتير. تابعي معايا الفيديو هقولك فيه حاجات كتير كويسة. في الاول بقى ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير للفيديو، تشتركوا لنا في القناه وتعملوا لنا فولو للصفحه، ولو احتجتوا اي حاجه سيبوها في التعليقات تحت، وكده كده يا ريت تسيبوا لنا اي تعليق يدعم الفيديو، اكتبوا لنا اي حاجه في التعليقات، اكتبوا لنا شكرا يا دكتور، جزاك الله خير، سيبوا لنا وش سمايل او سيبوا لنا قلب احمر. بحب قوي القلوب الحمراء لما بشوفها بحس ان اللي اتفرج على الفيديو قدره شويه. مش هطول عليكم اكتر من كده، تعالوا بقى نتكلم في الفيديو. مهم قوي في الاول ان احنا نعرف ان الشعر اللي الطفل بيتولد بيه مش هو ده الشعر اللي هيكمل بيه. الشعر ده بينزل بنسبه كبيره في اول سنه، اكتر فتره بينزل فيها اول 6 شهور، ويمكن اول 4 شهور كمان. في ساعات بينزل مره واحده فتلاقي شعر الطفل فضي خالص، فروه الراس بتاعه الطفل بقت فاضيه خالص، وساعات بينزل شويه ويطلع شويه فما نحسش قوي بنزول الشعر بتاع الطفل. هقولك بقى النهارده ازاي تقدري تعتني بالشعر بتاع الطفل ده بحيث ان الشعر اللي يطلع يبقى احسن واجمل من الشعر الاول. اول حاجه هقول لك على شويه نصايح كده تفرق معاك بنسبه كبيره. اول نقطه مهمه قوي ان انت يوميا تسرحي شعر الطفل بالفرشه بتاعته، حتى لو مفيش شعر يا دكتور، حتى لو مفيش شعر يا دكتور، التسريح بتاع الشعر بتاع الطفل بينشط الدوره الدمويه حوالين بصيلات الشعر، وفي نفس الوقت لو في خلايا ميته او شويه اوساخ او الكلام ده بتنزل لما بنسرح الشعر بتاع الطفل. مهم قوي ان انت تغسلي فروه الراس بتاعه الطفل مرتين في الاسبوع، ما تغسلهاش كتير، كتر الغسيل بيقلل الزيوت اللي موجوده في الشعر. مهم قوي لما تيجي تنشفي فروه الراس بتاع الطفل تبقى فوطه ناعمه، وبلاش العافيه وانت بتنشفي، بلاش تمسكي دماغ الواد وتقعدي تدعكي فيها والعافيه تجيلك من كل ناحيه. مهم قوي وانت بتنشفي فروه الراس بالراحه عشان ما ناذيش البصيلات بتاعه الشعر. كمان لما تغسلي شعر الطفل اغسليه بالحاجات بتاعته، شامبو للاطفال، بلسم للاطفال، بلاش تستخدمي الحاجات بتاعتك. تاني حاجة هنبدأ نستخدم الزيوت الطبيعية، بس في الأول هنقول الزيوت الطبيعية دي بنستخدمها ازاي. الطفل الأصغر من 3 شهور ما يفضلش خالص إن احنا نحط له زيوت في شعره. ليه؟ الزيوت اللي في الشعر دي ممكن تزود القشرة اللي بتبقى موجودة في حديثي الولادة، وبتبقى حاجة مش صحية قوي في السن الصغير. من 3 شهور ل6 شهور نبدأ نستخدمها بس بحكمة شوية. تحطي في الأول حتة صغيرة على جزء صغير من فروة الراس، ونسيبها 24 ساعة ونشوف حصل تحسس، حصل مشكلة، بنبدأ نعرف إن الزيت ده ممكن يكون فيه مشكلة، ما حصلش حاجة بنبدأ نستخدمه. وناخد بالنا لو الشعر بتاع الطفل فيه جفاف، فروة الراس فيها التهابات، فيها قشرة، ناخد بالنا ونستشير الدكتور بتاعنا. بعد 6 شهور نقدر نستخدم الزيوت بصفة أكبر شوية، بس مهم قوي لما تحطي زيت ما تحطيش كمية كبيرة، ودي نقطة مهمة قوي. حطي شوية صغيرين وابقي عارفة إن شوية الصغيرين دولت هيقوموا باللازم. تعالي بقى اقول لك على وصفه هايله لو استخدمتيها للطفل هتفرق معاه كتير قوي في صحه شعره. هتلاقي الشعر احلى واتقل وانعم ويبقى احسن كتير من الاول. الوصفه دي بتتكون من 3 زيوت، الزيت الاول منها زيت جوز الهند. اول حاجه بيعمل ترطيب عميق للشعر. زيت جوز الهند فيه احماض دهنيه مشبعه بتغذي فروه الراس وبترطب فروه الراس وبتحمي فروه الراس من الجفاف والقشره. بيفيد الطفل في النقطه دي بنسبه كبيره. تاني حاجه بيحمي شعر الطفل من التلف، لان هو بيعمل طبقه عازله على الشعر بتحمي شعر الطفل من الحاجات اللي من بره زي اشعه الشمس او التلوث او الحاجات دي، فبيقلل التقصف بتاع الشعر بتاع الطفل وبيقلل التساقط بتاعه كمان. تالت حاجه بيعزز النمو بتاع الشعر عشان بيبقى فيه نسبه عاليه من الفيتامينات والمعادن اللي بتغذي الشعر، فبيبدا الشعر بتاع الطفل ينمو احسن كتير. كمان بيعالج القشره اللي موجوده في الشعر عشان بيبقى فيه نسبه كبيره من مضادات الالتهاب اللي بتساعد في النقطه ديت. بيرطب الشعر وبيخلي الطفل يعرف نسرح له كويس من غير ما الشعر يقعد يشد معانا فيبدا الشعر يتقطع ويقصف ويبقى فيه مشاكل، ولو في تحسس كمان في فروه الراس بتاعه الطفل بيعالجها بنسبه كبيره. ده الزيت الاول. النوع الثاني من الزيوت زيت اللوز الحلو. زيت اللوز الحلو ده فظيع هايل. اول حاجه بيغذي الشعر بتاع الطفل بنسبه كبيره قوي، بيبقى فيه مغنيسيوم وبوتاسيوم، دي بتخلي النمو بتاع الشعر بتاع الطفل احسن بنسبه كبيره، والشعر تبقى صحته احسن كتير. بيرطب الشعر وبيعالج الجفاف والتقصف وبيهدي فروه الراس بنسبه كبيره عشان بيبقى برضه فيه مضادات اكسده بتحمي فروه الراس من الحكه اللي بتبقى موجوده فيها.
النوع التالت بقى من الزيوت زيت الزيتون. زيت الزيتون ده بقى قصة تانية لوحدها، بيفرق مع الطفل بنسبة كبيرة. أول حاجة بيعمل ترطيب قوي جدا للشعر، لأن هو بيغلف البصيلات بتاعة الشعر، بيحميها من التقصف والتكسير والهيشان، بتفرق بنسبة كبيرة. غير كده إنه بيعزز من النمو بتاع الشعر، بيبقى فيه فيتامين أ وفيتامين ه. الحاجات دي بتبقى مضادات أكسدة، بتحمي فروة الرأس لو فيها بكتيريا أو فطريات أو أي التهابات، بتعالجها بنسبة كبيرة. كمان فيتامين ه اللي موجود في زيت الزيتون بيخلي شعر الطفل يطول بسرعة. عارفين في عيال شعرها ما بيطولش خالص، تبص تلاقي الطفل يقعد شهور وما بيطولش خالص. اما بنستخدم زيت الزيتون عشان فيتامين ه اللي موجود فيه، يبدا شعر الطفل ده يطلع بسرعه. زيت الزيتون بيحمي شعر الطفل من العدوى، ما يتنقلوش عدوى من حد تاني، بيفرق مع الطفل بنسبه كبيره قوي. غير ان هو لو في صدفيه او اكزيما في فروه الراس، بيساعد بنسبه كبيره انها تتحل، يعني بيفرق مع الطفل. هقول لك بقى الوصفه دي بتتكون ازاي. بنجيب كميات متساويه من الثلاث زيوت، زيت جوز الهند، زيت جوز الحلو، وزيت الزيتون. يعني مثلا فنجان فنجان فنجان، بنحطهم على بعض ونخلطهم كويس ونبدأ نستخدمهم للطفل. بنستخدمهم للطفل مرتين في الأسبوع، بندلك فروة الرأس ونسيبها ساعة، وبعد كده نبدأ نغسل فروة الرأس دي بشامبو مخصص للأطفال، وما نيجي ننشف ننشف بفوطة ناعمة وندلك بالراحة، ما ندلكش جامد. نعمل الحكاية دي مرتين في الأسبوع وانتظمي عليها مثلا 8 أسابيع أو أكثر، وبعد كده شوفي شعر الطفل هيبقى عامل إزاي. هتلاقي فرق كبير جدا في شعر الطفل. انا كده خلصت الفيديو. لو احتجتوا اي حاجه سيبوها في التعليقات تحت. ما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك وشير للفيديو وتدعموا لنا الفيديو بتعليق. شكرا لكم.